شي واحد من اللي جالس معاك دنيا خليه يوريهم الفيديو اللي نضحك عليك انت يا دابا، وخليك تجي من الفنادق في الهنايا نخليها تكملها. هو العطر اللي كانت كتهدر عليه اللي قيمته 13,000 درهم. عارفين اقسم بالله العظيم انه وحشتني والله. خلينا نكمل اسمع. شكرا وانا شكرا لك تانا كنشكرك بزاف. بعد هذا الشيء اللي درتوا لي هنيئا لكم، هنيئا لكم. صحيح تهم اللي هي تحريض على الدعاره والسرقه. كب هنيئا لنا وبركه من الكذوب على الراي العام. يا فنان كنوجه لك الكلام تاع وانا كنسمعك وانا خارج معاكم لايف وخليها تكمل ام البنات. وي كبير في العمر اش غتقول لبناتك ملي غيكبروا؟ اش غتقول لهم؟ يس شكرا لله. كنتي بارك تتغني تركب في الخرخال في عشاء العمل، فكرتيش في بناتك؟ ما جاوش بين عينيك البحرين. البحرين ماشي الأردن. تخرجت سي أصبحي تقول لي أنه أنا خايف عليك؟ ليك السي أنا راه داكشي في النقد وعاسير ما غيوقع لي والو. هل كانت الغاية أنه كتسنى أنه النقد يخرج باش تهز البنات وتمشي بحالك؟ لا والله الغاية كانت أنه لأنه نبقى معاك لآخر دقيقة. دخلتي مرة في قلبك مرة بعد حباتي انا خليها تكمل. ها هو العطر اللي كانت كتهدر عليه اللي قيمته 13,000 درهم. اوكي والخلخال ها هو الخلخال باش كلكم انتم تشوفوا موجود. هذا الخلخال كنت جايبوا ليها هديه صلح مع الاسف هما بجوج موجودين. ما عرفتش انا شنو هما الحوايج اللي كتهدر عليهم. انا سمحوا لي لان الدار عندي شويه اب اند داون. سمعنا كلاتنا اليوم ام البنات، سمعتها وانا فرحان، سمعتها لانه انا من الناس اللي بالصح كنت نتمنى انه تجي تهدر معايا نيشان وتقول لي هذا الكلام. ولكن انت غلط فقط. اوكي ولكن مجرد انك انا بعد ما سمعت اليوم اللايف ديالها تاكدت انه هي قسما بالله العظيم انه مسكينه. اقسم بعزه جلال الله انه مسكينه. وانك انت يا بالصح بقيتي فيا، واتمنى انه شي واحد دابا من اللي جالس معاك يقول لك انه الترك خارج لايف وكيهدر معاك. اوكي وشي واحد من اللي جالس معاك وشي واحد من اللي جالس معاك دنيا خليه يوريهم الفيديو ان انا خارج كنهدر معاك، لانه احنا مع الاسف ما قدرنا عمرنا بحياتنا نهدروا مع بعض فاست تو فاس ونواجه مشاكلنا مع بعض فاست تو فاس. اوكي دنيا عرفوا ها هي بدات كتعرف انه انا موجود لايف. اورايت قصتها جميله
قصتها كأي امرأة مغربية معاها الحق مليار في المية، مليار في المية ان معاها الحق انه تطيق كل اللي ورد في هذا السيناريو من قصص. احنا هدرنا هذاك اليوم وانا وعدتكم انه ما نخرجش لايف، ولكن انا من اللي كنشوف ام بناتي خارجة بحرقة قلب وكتبكي، لا خصنا نخرج، خصنا نتكلم، خصنا نفهمها امور يمكن هي ما فهمهاش. فيديو هل سمحوا لي غادي نكمي اوكي. عشاء عمل حبايب قلبها هي الدار، ها هي الدار اللي كنا جالسين فيها وموجودين فيها لحظة عشاء العمل. كل اللي قلتي صح، كل اللي ذكرتي كسيناريو صحيح 100%. اوكي قولي شكرا، شكرا لكم نتوما اللي كتشاهدوني، شكرا لكاع الصفحات اللي كتغويني، شكرا لكاع الصفحات اللي ما كدرتش الفتنه، الصفحات اللي كتنزل اخبار. قسما بالله والله ما نعرف من فين نبدا ليكم، لانه والله موضوع عيب ان الواحد يتكلم فيه، اقسم بالله والله العظيم عيب، عيب بزاف 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 بزاف، ولكن قسما بالله العظيم انه بقت فيها، لانه انا اليوم والله اكتشفت اقسم بالله، ترى كنقول لكم هذه الهضره ماشي علاقه بشي حاجه، والله ما كاينه شي حاجه، ولكن اكتشفت ان الزوجه ديالي ام البنات عقلها صغير وكتحل ودنيها وكتتيق. يا عباد الله، أنا قلت السيناريو، أنا بغيت نفهم هذا الإنسان اللي عيط لك من الدار اللي كتقول أنت يا ما كتعرفي هوش، هو أصلا من الفانز ديالك يعني، ورقم بدك يعود عيط لك 10-15 مرة وتقولي له مستحيل زوجي أبو بناتي يكون موجود في الدار مع واحدة. برافو، وهذا الشيء اللي أنا بغيت، هي الدنيا اللي أنا كنعرفها، لأن عمرها تطيق هذا الكلام، عمرها تصدق إنه راجلها موجود مع شي واحدة في دارها، صح؟ ولكن اللي خصك تفهمي واللي خصك تعرفي إنه مثل ما ضحك عليك أنت يا دابا وخلاك تجي من الفنادق في الهناية وتجيب أهلك في نص الليالي وإزعاج سلطات في نص الليالي وتتكلمي وتقولي، بغيت نفهم هذا الإنسان من اللي عيط لك. لا إحنا أنا نغشيت فيه، أنا كشخص عيشت عندي في الدار هنا 15 يوم في داري، يأكل يشرب معايا في الدار هنايا، كياكل وكيشرب معايا في هذه الدار هذه. انه انا خلال 15 يوم هذه ما شكيتش فيه، والله ما شكيت فيه، لانه كان كيبين لي ضريف ولد ناس نرجع للسيناريو باختصار مفيد، لان الموضوع بزاف خد عن حده، وانا الزوجة أم بناتي العاقلة مفروض، اللي أنا اليوم فرحت بزاف ترى، راه ما تزعلش من اللايف ديالها، عرفت أنها محروقة، لأنه بالصح كتبغي وكتعرف أنه راجلها ما كيديرش هذا الشيء، ومن اللي راجلك خرج رافع راسه فوق خاصك تفرحي ما تزعليش، أنا ما ثبتتش على الخيانة الزوجية، ولكن المتابعة ويي كاينة، وقلتها أنا شنو هي المتابعة ديالي؟ التحريض على الدعارة،
بند من البنود انك انت دخلت شي حد عندك الدار ما كتعرفوش حق، وهذا موجود عندكم في القانون وفي الدستور ديالكم، وهذا الشيء كنحترمه. قلت لكم انا كنحترم الدستور المغربي لانه هذا خطا انا نعاقب عليه، انا كشخص كنعاقب عليه. ولكن لو انت كنت في بلاستي دنيا غادي تقولي نفس الكلام. اذا واحد قال لك غنجيب صديق او صديقه او whatever عندنا يتعشوا، ما عمر نحن قلنا لا لشي حد. واتحداك تنكري خطأي. يس صح، عندي خطأ واحد اللي هو انا عندي مشاكل في وقت حالي ما كانش خاصني ندير هذه. ولكن مثل ما انت تحت الفخر انا بحالك تحت الفخ، مثل ما انت دايره راسك انك انت ذكيه وياس وحصلت على رجلي، في نفس الوقت خصك تعرفي انت واهلك كاملين ضحك عليهم. اجي نخدم عقلنا غير انتفه صغيره، علاش نمشي بعيد؟ كاينين العساسة والكونسرجات اللي لتحت، وكاينين الناس بزاف اللي لتحت موجودين كلهم شهدوا انه كلكم كنتوا كتنتظروا تحت شي لقطة من الساعة 2:30 تقريبا الفجر. هذاك من لو حل من اللي هذيك السيدة مشات بحالها معاه بعد ما قضوا هنا ساعة ساعة وربع، والحمد لله الفيديو في شي يوم من الأيام يا رب إنه يخرج في الإعلام وكل شي يشوفه. رجلك كان بعيد عن السيدة ولا نلبس حوايجك، وأصلا ما كيخلي التحدي قيس حوايجكم، لأنه أنا 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 اللي هو زوجك اللي واقف قدامك دابا كيهدر، الزوج ديالك اللي واقف كيهدر، ابو بناتك ما يقدرش يهز شي حاجه ويحطها لانه قلبه كيضره، مش علاقه بشي حاجه. لانه انا بالنسبه ليا كنتوا غاديين بحالكم تتعشوا عند دار الاهل ديالكم وراجعين، وانا كنقول وباقي كنقول دار باقي مفتوحه وفي يوم من الايام كلكم غادي ترجعوا كنتوا، ولكن مع الاسف ملي وصلنا لواحد المرحله انه يستغفل فينا واحد من مواليد 2003 ولا 2004 ولا قد وليداتنا، واللي انت يا الصدمه الكبرى ديالك انه واحده بحال عمر حالة اصغر من حالة حالة اكبر منها باغي قذاره المخ، يعني القذاره ديال المخ ما عرفتش كيفاش والله عيب انه نقول، اقسم بالله عيب 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 نقول اصلا التفكير يخطر في البال. 10 مرات اتصالات صحيح؟ عارف أنا يمكن كانت 10 مرات بس يمكن أنا كان صدقك، لأنه هو واحد الفترة من اللي كنا جالسين على الطابلة باش احنا شوية نصور الفيديو بطريقة فكاهية شوية أكثر عشان تعرف أنت مدى الذكاء ديالك. اوكي بثلاثة جلسين انا هنا هو كان هنا هذيك السيدة كانت هنا، العشاء محطوط على الطاولة، ناط سي ترك العبقري يدردك تاك 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 تيمشي يوصل عزكم الله وأكرمكم كاملين أتولت يغسل يدي ويرجع تاك 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 يعني سمحوا لي ما نقدرش نصور للدرب شوية لأنه قلت لكم، ويرجع سيترك الذكي زيادة عن اللزوم للبلاصة ديالو وينوضو البروفيسور موكلي ينقز تا هو باغي يغسل يدي.
هنا بهذه الدقيقة الشعب كامل اللي كيشوفني دابا جالو أبيل. شنو دار؟ وي ماما كي دايره؟ بخير؟ لاباس عليك هانية؟ لا لا احنا بخير، احنا كنتعشاو كنتعشاو. وبدا كيدير لك هكا ويمشي لك للأرض هكا كيترعد، وفي بلاصة ما يرجع لبلاصته باش يثبت لك انه راجلك كيدير شي حاجة، ابرك في هذا الكرسي اللي انا بارك فيه دابا ودار لك. اول فيديو جماعة تخيل التور جالس هنا. شنو قلت لي انا؟ سمعتي ولا ما سمعتيش؟ اجي بروك في بلاصتك. اجي شنو؟ بروك في بلاصتك، يا كاين عندك انت التسجيل. وسد عليك الفيديو ورجع في بلاصته وكل الماكلة ديالو. تحدثنا شوية وقبضوا هذا الباب مع الساعة 12:30 واحدة إلا ربع. باي باي وخرجوا. سورت الدار معاه. راجلك على بيت ناس كما العادة. خلى بلاصته وتسد عليه الباب ومشى. طيب هذاك السيد باش تفهمي وسمعي مزيان، سمعي هادي حلها مزيان، بركة من الهبال اللي في مخكم. وحل 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 فهمي وحل. انا دابا معيط على السيدة وجيتني من الفنادق، واهلها اللي جايين من كازا، واهلها اللي ما عرف شنو. ناري 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 قفرت على راسي. شنو خصني ندير؟ ركزي معاي وانت الوحيدة اللي عارفة هذا الشيء، ودابا غير كل اللي عارفه دابا كنتي باغا تخلي العالم كله يعرف الموضوع. بعد مرور نص ساعة طبعا راجلك كالعادة ديالو كيطفي الضواو ديالو انه ما كيحملش الضواو. سمحوا لي بس خصني نمثل لكم الموقف باش تفهموا، باش واحد يقدر يفهم. سوارة الدار عنده السلام عليكم. غادي يدخل ليها الدار بعد نص ساعة يعيط لها أبل فيديو آخر يقول لها دنيا ها هو الباب ديال راجلك مسدود وشوفيني. غادي يشعل لها هذا الضوء على حسب المعطيات اللي عندنا وغايقول لها هاني جالس في الصالة بوحدي وهم الداخل. كتقول له دنيا وادخل عليها ومريني، يقولها لا خايف يقتلني. هو كيتوسوس وهو عارفني ان انا من الناس اللي بعد الصدمة اللي انا فيها كان اخذ واحد نوع من الحبوب اللي باش ننعس. وغادي ندخل لكم داخل البيت ونوريكم كل شيء. غيجي يحللها الثلاجة، شوفي راهو راجلك عنده شراب. ويلي راجلي عنده شراب. اها سد، شوفي انا ما نقدرش نطلع صوت حيت ما كيسمع، خاص ما سمعونيش. صافي 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 يلا اخرج بحالك انت من الدار وبحال الحراميه. غادي يحل الباب وغادي يخرج مره اخرى ويسد الباب. هنا 3:30 2:30 ما عرف شحال كانت الساعة بالضبط، 5:30 باش نرجع. هنا 5:30 كيدخل الحبيب عليا في الواتساب
كيدخل عليا الحبيب في الواتساب مصفط ليا صورة شلاضة كياكل شلاضة مع 5:30، وهذا الشيء موجود عند الشرطة القضائية. طبعا هنا في هذه الفترة باش تكونوا انتم عارفين، اختي ابتسام وعمي وكلهم صاروا لتاح. دابا هو باش يكمل وباش ما يبينش لهم انه انا باقي على تواصل معايا، وما يبينش لي انه على تواصل معهم في نفس الوقت، كيصور لي شلاضة وانا في فويس موجود وراح انزله لكم تسمعوه كلكم بدنيكم. اش كنقول لي من اللي جدار سد معاك الباب بالساقطة. يعني انسان نقول نمشي في نفس السيناريو مع شي وحده في دار، قاعد يعطي واحد الساروت ياك صعيبه، والله ما كتدخلش العقل. ورا رتبوا المعطيات، قلت لك ما كلمهاش، اقسم بالله العظيم ما كلمها، لانه هو اذكى مني ومنها برهوش. تخيلي قدر يضحك على واحد وصل عمره قريب 50 وانت وصلتي في قريب 30 عام برهوش، وانت اصلا من الفانز ديالك. تيجي لعندي بعد ما جات الله يعطيهم الصحه الافراد وقربلوا الدار، وأول حاجة للعلم بس، يعني هذه مش أنا اللي كنقولها، راه كل واحد أي إنسان غادي يعرف هذا الشيء، إنه غادي يقلب تحت الناموسية. عائلة تتخبل تحت الناموسية، راه عيب أنا نوري كل الناس شنو كان تحت الناموسية أم البنات. هم عارفين البوليس من تحت الناموسية، ما تخافيش ترى فتشوها مع الأسف. تيرجع لي الذكي هذا العبقري كيدخل عندي كيقول لي محمد قلبي والله العظيم وجبرك هنا في هذه البلاصة، أقسم بالله العظيم ما كنكذب عليك، في هذه البلاصة أبرك هنا قلبي الحمد لله ما لقوا عندك التحد. قلت له شكون عندي؟ قال لي ها لا قصدي أنا عارف أنه أنت ما عندك التحد. قلت له دابا عندي ولا أيضا؟ تعال أعطيني تليفونك. تليفونه كان مخليه على التشارج في هذه البلاصة أم البنات. هزيت التليفون دياله قلبته مزيان يا أم البنات، ما لقيت والو. هو جالس نفس البلاصة هنا يا باقي، كيقول لي مش حشومة عليك تشك فيا أنا، أما البنات ها هو أعتقد أنه معاكم، حط يده على المصحف واحلف بالمصحف أنه ما عيطش لك. وقال لي دام كنت كتشك فيا غادي نرجع لجديدة. قلت له سير
طيط لا نصدع راس ما عندي من ديربي ولا العلم امشى ورايا باش نكمل المسرحية قد قد باش تعرفي اللي السيناريو اللي عليه علامات استفهام اللي انت ما باغيش تفهميه ولا باغة تقنعي راسك فيه وباغة تقنع الناس فيه. مع الأسف قطر والله انا مضطر. عشان امثل الموقف مثل ما كان قد قد. لانه هذا قرآن الله اللي اصدق منه ومنك ومن كل عباد الله. جالس هنا. ناض ورايا. هز البليزة ديالو من هنا من هنا وادخل ورايا تل هنا وهزيت له حليت له الشكارة ديالي وخرجت لي 200 درهم وخدها وقبض الباب ومشى. حقت قلبك والله العظيم قد فيها دموعك هذه والله العظيم قد فيها اقسم بالله العظيم لا تابع لك اياه. انا اللي غادي ناخذ حقك وناخذ حق الفيلم هذا اللي طلع اللي مطور على قولتك ومع الاسف كتقول انه راجلك ما حبيتيش بناتك يشوفوا هذا المنظر. ورا خليه اصلا راجلك يشوف بناتك بعدها. ياك خديتيهم انت يا سيمانه باش يمشوا يعوموا ويرجعوا. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. باقي سامعين باقي المادية الليلي موجود في بلاستو خدت يوم سيمانة يعوموا ويرجعوا نسينا ما ننكرش قالت كلام زوين ورائع وصحيح وأنا كنشهد فيه وقلت البارح أنا وقفت معايا وي وقفت معايا ما كننكرش هذا الشيء قلت لها شكرا على الوقفات وأنا عمري ما جيت منيت عليك قلت لك أنا درت لك ولا فعت لك وش أنا عمري شفتيني خرجت وقلت لك شي حاجة عمري شفتيني ولا اسمع شي حد من كل الوطن العربي لا انا قلت شي حاجه ولا قلت لك انه كاينه شي حاجه درتها ليك ساهمنا مع بعض بجوج ولكن انه احطك في الحمام واسد تبدي تبكي ورعيب لا هذه انا هذه ما عجبتنيش لانه هذه انت عارفاها ومتاكده منها من داخلك انه معمرها كانت انه نبرك احنا على طابله ناكلو انا والعائله ديالي مجموعين وانت يا جالسه بوحدك لا هذا الشيء هذا الشيء بزاف لا هذه بزاف الاستعطاف ما غاديش يكون في هالطريقه احنا ما عمرنا نستعطفوا بعض بهذه الطريقه نستعطفوا الناس ونمشوا على وتر خايب نو انا كنت كنخليك في الحمام عزكم الله كنمشي نتغدى ويجي الاب ديالي يحل عليك انتيا
الحمد لله انا الاب ديالي حي يرزق كان كيخليكي جالسه على رجلي وياكلك بيدي. نسيتي؟ كان كينقي لك الحوت ويحطه لك في فمك وياكلك اياه. حي يرزق محمد رمضان. مني ناضت المشاكل. كان عندك 21 عام مثل ما قلتي، وراجلك شافك انه انت انظلمتي. هو الشعب المغربي كامل موجود والوطن العربي كامل موجود. حبايبي واخواني كلياتكم، انا سؤال واحد، كاين شي واحد في الدنيا، كاين شي واحد في الدنيا يقدر يوقف وجه امه؟ طبعا كلكم غتقولوا لي لا، لان ما كاين حتى واحد دنيا واش انت كتقدر توقف وجه امك؟ طبعا لا ياك. ولكن محمد ترك، اوقف بصفك انك كنت على حق، وقلت انا امي في يوم من الايام غادي تعرف كل شيء وكل شيء غادي يرجع مثل ما كان، صح؟ وكل العالم شاهد على هذا الشيء. على مستوى انها خرجت وقالت عني عاق، عاقلين ياك؟ كنت كتجي تقولي لي، كنت نقول لك سكتي، انا غادي نعرف نحل المواضيع. انا شلتك وحطيتك في قلعة سورها عالي، ما كنت نخلي حتى واحد يقدر يقيسك او يهدر عليك. انا اللي كان كيقول عنك كلمة كنت كنرد عليه جوج، وانت عارف هذا الشيء. بس عمري ما حليت ودنيا، وعمري بحال ما كتقولي كان كيجيك تصاور وكيجيك فيديوهات وراجلك كيفعل وراجلك كيخونك. احشوم انه انا قلت لك اياها وطلعت بالعلن وقلت اللي عنده شي حاجه على الترك يحطها. الترك ياخذ تليفونات يحطهم في الريسبسيون. وش الريسبسيون يعني؟ انا يلا خدينا التليفون نمشي في نفس الفيلم، خديت التليفونات وخلينا لها في الريسبسيون. مو الريسبسيون ما كيعرفنيش. ورا خاصني نكون في هذيك اللحظه اللي باغي نديرها ضارب جميع انواع خمور مخدرات بزاف ديال الامور باش يمكن نقدر نفكر في هذا الشيء. ولكن اللي عقله صغير يقدر يتيق هذا الشيء. مثل ما واحد عنده 2004 ما عرف 2005 قدر يجيبك من الفنادق ويجيب اهلك في نص الليالي ويمشي ياكل شلاضه ويشرب قهوه. حشومه والله العظيم حشومه. وعشت الجو وتيقتي من اللي مشينا للدائرة 22. أنا ما سألونيش شكون كان عندك، قالوا لي أنت غادي تجي تقول الأقوال ديالك. والله يعطيهم الصحة طبعا، وجه لهم تحية شكر من هنا. جيت حطيت الأقوال ديالي، قالوا لي احنا من اللي دخلنا عندك الدار قالوا أنت عندك قضايا دا 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 شقاق اتفاق تتطرات تتطرات. من اللي جاو عندك كان عندك شي حد؟ قلت لهم لا، وهذا بدليل الموجود. هذا السؤال اللي توجه لي فقط لا غير. ولكن في التحقيق قالوا لي قول لنا من أ تو زي. قلت لهم أنا من أ تو زي. عارفين أنتم أصعب لحظة كانت في كل هذا الفيلم كله أنا غادي نقوله ليكم. أصعب حاجة كانت في هذا الفيلم كامل من اللي كنا إحنا واقفين في المواجهة في المحكمة، زوجتي اللي صار لي أنا 3 شهور ما شفتهاش خرج لي عيني هكا. حيث ما نلومهاش، لأنه أنا لو في بلاصتها غنشوف فيديو بحال هذا غادي نتيق، غادي نتأكد أنه هي على حق. والله انه هي على حق. ولكن
ما سألتيش نفسك إنه أنا كتجيني اتصالات بزاف وكيقول لي يا زوجتك كدير وزوجتك كتفعل، باش كنت ندير لهم أنا؟ نعطيهم سبان وبلوك وديليت دايركت ونسد ودنية هادي نسد هكا من عمر نتيق إن أنا ربيتك. أنا لما عرفتك كنت صغيرة نسيتي، ولكن اليوم أنا شفت إنه أنت يا واخا تقولي أنا من اللي رفعت الشقاق ما بقيتش كنعني لك، لا اليوم اكتشفت العكس. ولكن أولاد الحرام كنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، واحد واحد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم واحد واحد. دموع السيدة اللي نزلتوها أقسم بالله ما غديز لك، وبالقانون، لأنه أنا بالقانون. وأنا دابا كنقول لكم يس متابع، أنا ما كنقول لكمش لا، ولكن متابع التحريض على الدعارة هذا بند مكتوب صحيح، لأنك مدخل عندك ناس. شو اللي دخل الناس عندك؟ أما سليب وأنا ترى السيدة جابت الحوايج ديالها وخذوها، وهم اللي قالت لهم هذا خو الخال ما خو الخال. واحدة أول مرة يا عباد الله، واحد أول مرة كيجلس مع واحدة وما كملش نص ساعة ولا ساعة غادي يهديها خو الخال. أنا البارح قلت لكم في اللايف خاصكم دراري 45 دقيقة تبدو تعطوا خلاخل ديال ذهب، وفوق الساعة خاصكم تبدو تعطوا انضادر ولا لوفيتون ولا اي شلح ما قدا. باركة يا باركة والله بزاف عحشوم علينا احنا، ترى احنا والله ماشي هكاك والله العظيم عيب، راه خسرنا شرعنا قدام عباد الله، والله خسرنا شرعنا قدام عباد الله. سمحوا لي والله العظيم كان اعتذر لكم، والله كان اعتذر لكم بالنيابة عن كل اللي موجودين. خلي القانون ياخذ المجرى ديالو، احنا كنا تقبل هذا. انا بس من اللي راجلك خرج وقال لك ان ينصركم الله فلا غالب لكم، خصك تفرحي انك انت راجلك هذا ابو بناتك، سمعته من سمعتك. ماشي كل يوم قضية، كل يوم قصة، مرة تعنيف، مرة مع العداء، مرة خيانة أمانة، مرة تهديد بقتل. دابا الإنسان اللي كيقول له واحد في حفلة آخر أغنية كنجيب له واحد نقول له ها شوف راجلي باغي يقتلني، وإحنا يعني كات ورا كل المخرجين كيقولوها كات. انت ياك رفعتي قضية الشقاق أم البنات وعرفت ان الحياة ديالنا صافي انتهت، لان احنا دابا المشكلة ديالنا ماشي رأي عاملة، احنا المشكلة ديالنا دابا اللي بيناتنا تقن عدمت. ولكن انا كنصحك نصيحة والله، كنتمنى لك كل خير اقسم بعزة جلال الله، كنتمنى لك كل خير، لان انا ما شفت معك الا الخير وما شفت معي الا الخير. لا عمري عنفتك، لا عمري ضربتك، لا عمري موضوع القارو اتذكرت دابا اللي كنت كتقول لك باغي نخشي في عينيها. السيدة من كثر ما هي كانت معصبة ومشبكة فيها كتشوفوني أنا حتى في اللايفات القارو في يديها كنقولها انتبهي القارو، كتشد كنقولها والقارو وعينيك والقارو شادة فيها. كان أضربها قدام بناتي، ورانا بناتي ما كان أضربهمش، ورا بناتي من اللي كيغلطوا. أنا كنقول لكم ديما، وأنا ديما كنقولها وقلتها ليك وعلمتها للناس كاملين، وكان علمها للناس كاملين. أسلوب الضرب ما عمره يفيد، لأنه لو فاد عزكم الله الحمار كان أذكى البشر. ولكن كان أسلوب جديد في التحذير في التربية اللي هو الحوار، وتفهم إنه هذا الشيء غلط من الصح. انتو ما كنتو كتقولي لي لا خص البنت مثلا، او اذا واحد دار غلط نضرب، انا كنقول لكم لا انا ما عمرنا نعرف نضرب، لا نضربك انتي ورا رانتي كان عاملك تنتي بحال بنتي. يا كان ديما كنقول لك انتي بنتي وحبيبتي واختي وصديقتي وصاحبتي وما خليت كلمة، وانتي السند ديالي والحبيب ديالي ولكن من الناس تدخل في الحياة ونبدأ نحل ودنينا نشوف الاشكال اللي كتخرج لك في الحياة ديالك ونحاول منعك انك تتواصلي معاهم.
باش ما توصليش لهاد النقطة اللي وصلنا لها دابا. ماشي أنا كان باش نزير الحياة ديالك، ياك تشوفتيني أنا مثلا خايب وما كان صلحش ليك، نجلس دخلنا بالحوار الطيب ودخلنا بالحب وتحدينا بعض وتحدينا العالم ووقفنا قدام الناس كاملين. أنت تبقى صديقي حبيبي أخوي، ولكن كحياة زوجية ما نقدرش نكمل معاك بكل احترام. والله العظيم الموضوع كان أسهل من هذا الشيء. مش كل يوم شكاية، كل يوم حاجة، عيب والله العظيم عيب. الناس كتقول لي أنت علاش كتخرجوا أموركم للسوشيال ميديا وكتكلموا في السوشيال ميديا؟ لأنه ما قادرش أصلا نتواجه معاها، ما مخلينيش أصلا نتواجه معاها لنفهمها لنقول ليها. احنا في واحد اللحظة من المشاكل اللي كتقولكم عنها احنا رجعنا لبعض ورجعنا الفولو لبعض وكلكم شفتوا، ورجعنا الفولو صار عندي تحديث بالقناة ديالي، والقناة ديالي ممسوكة من قبل شركة والشركة هي المسؤول عنها، وصفتوا لي ايميل بالثبوتيات انه غادي نحجبوا جميع الفيديوهات لمدة 48 ساعة عشان التحديثات. يعني لا فيديو كي دنيا اللي تسدو بوحدهم، تسدو كامل. تعرفه في القناة ديالي راه رجعوا لها، كاين الفنان عبد الله رويشد، كاين أريام، كاينين بزاف بزاف ديال الفنانين موجودين، كلهم ما هدروش. انت فقت من عاس الو حسبي الله ونعم الوكيل، باغي انت تدي لي الاغاني ديالي، ما عرفتش شكون اللي كذب عليك، حتى فرصه لندافع على راسي ونهدر ما عطيتنيش، تشاك بلوك. كدافع لي ورجعنا الحياه للور دلور. اتواصل فلانه والله عيب. بركة حبايبي اخواني، انا كان اعتذر، انا اليوم طلعت معاكم كان اعتذر مرة اخرى، كان وجه لكم كلكم الشكر والتقدير والاحترام والمحبة والاخوة وجميع انواع الصداقة والاعراف السماوية كاملة. والله قلت لكم تعبنا، مشي انا بوحدة اللي تعبت، راهم متهم تعبوا والله حرام، ترى راهم بشر واحنا بشر في النهاية. صافي، هنيئا لنا هنيئا لكم، قالتها وانا كنقولها هنيئا لكم هنيئا لمجهوداتكم الجبارة، بركة. صافي وصلنا وصلت للمراد، خلوا الناس يعيشوا بسلام. ما تبقيش هاي رسالة ليك مثل ما وجهتي لي رسالة، انا قادر نوجه لك رسالة. هم البنات بديت عمرك أبوي، في لغاية هاي الدقيقة قاعد أقول لك أبوي، عيش بسلام، انسي خلاص، سدي ودنيك، انطلقي في المسيرة، باقي الحياة قدامك طويلة، ما تبقيش تسمعي للناس، والله ما عمرهم يفيدوك. والله العظيم ما انت واحد يقول لك دنيا هذا عرفي اللي بغي يحفر. وقلت لك لا راجلك داير ذنب ورا كاين القضاء غادي نصفك، اقسم بالله لا غادي نصفك، اقسم بعزة جلال الله لا غادي نصفك، غادي نصفك، انا كنقولها لك ونعودها لك، غادي نصفك. ولكن ما تخرجيش بتا حاجة وتقولي على راجلك شي حاجة قبل ما ينصفك القضاء، وحشومة. مشايف الفانز ديالك اش كيديروا؟ رانا كنت السوبر هيرو عندهم، ولا كيتقال لي كلام ما كيتقالش وسكتنا، وليتي كتحط اغاني ونقول لا لا ما مقصودش انت اغنية، ما مقصودش انت يا الترك، تنوصل لمرحلة تقول الاكس وحشومة تهيا، ياك احنا بغيدين نخرجوا للعيب. ولكن ملي شفت راسي درت
الحركة هذيك لأنه أنا كنت معصب وكل واحد ما لامنيش على هذا الموضوع احتضرت، والاعتذار بالذنب فضيلة ولكن من زودهاش. أرى راجلك هما اللي كان أسمعهم، شو بغيت أسميهم نسمي لك ياهم؟ إيش نسمي لك ياهم بالضبط؟ عارفهم شكون هدول ياك؟ نوريك ياهم مزيان، شوفهم مزيان، عارفه ديال من هذا وعارفه هذا من، لأن الناس مع عمرهم غادي يفهموا شكون هدول الجوج غير انتي اللي فهمهم شكون هما. على كل حال أنا كنت سعيد جدا إني شفتك بخير، بس دموع غاليين، نرجع نقول لك دموع غاليين. إذا بدر مني شي حاجة وأنت مقتنع منها، الله لا يسامحني لا دنيا ولا آخرة، الله لا يسامحني لا دنيا ولا آخرة إذا ندر شي حاجة ضراتك، وعسى الله لا يوفقني لا دنيا ولا آخرة إذا أنا في يوم من الأيام ضريتك مثل ما كتقولي. ولكن كنقول لك والله تا أنا كنقول لك يا هب بركة صافي، حياتنا انتهت، نوقف، عندنا بنات، مستقبل. يا كنتي قلتي في اللايف ديالك كتحشمي بناتك كيخرجوا وكيشوفوا في اليوتيوب، واش نسيتي انتي الفيديوهات؟ نسيتي الفيديوهات ديالك؟ ما عندي ما عندي ما عنديش عند مولانا، سير الله يهديك العطي مولانا، راجب نصرف عليه مليون بالسيمانة، ولا الأسد زهرته وعرة، ولا في الآخر الواطي ونولي الإكس ونولي باسميات الناس اللي كيقولوا لك الله يجمع شملهم كتسبيهم وتعيريهم، والناس اللي كيقولوا عن أبات بناتك حلوف غيس كنجيميهم ياك. مش هيك الحياة، راجلك من اللي وقف معاك في هذه المحنة وكنتي كتقولي له امشي، شنو كان كيقول لك؟ هو كيخاف عليك، كيخاف عليك، بغيت تسمعي مرة أخرى؟ كيخاف عليك. هذا ماشي معناته عدم الثقة، لا، لأنه أنا عارفك أن أنت مسكينة قلبك أبيض من البياض، أنت قلبك أبيض من البياض، ولكن البيئة المحاطة حواليكم لا، لأن أنا اللي كنت كشفهم هم همهم الوحيد أنه يبعد الترك عن الطريق. سمحوا لي كنشرب ماء بزاف حيث، ولا بلاش الدابة يقول لك نقول كلمة يقول لك ها باغي يستعطف الشعب. كل التوفيق وكل الشكر. كنشكر محمد يلي لأنه قال كلمة حق، احنا خرجنا انا خرجت منصور، انا خرجت راسي مرفوع وغادي يبقى ديما مرفوع، وما عاش اللي هبط راسي في الأرض، لأنه مثلنا الخليجي شنو يقول لك؟ ما تبوق ما تخاف، ما تشفرش ما تخافش، وأنا واثق من راسي تماما أنه ما داير والو، ومتابع وغادي نخرج إن شاء الله بعون الله تعالى براءة. وقتها وريني كيفاش تقدر تحط عينك في عينيا. الله يحيينا بناتك، لا تخافيش لأنه باهم معروف شكون هو، وديما راس الفوق رانا محمد ترك. وانتي دنيا بطمة بالصوت الجميل، الإنسانة الطيبة، الإنسانة مثل ما ضحيت ضحى عبد الله. عندك في حياتك تبقي تعاودي وتقولي راجلي شفار،
يسرق الحوايج كلياتهم محطوطين تما. انا حتى من الجو يهزوا الحوايج ديالك قلت لهم خليها تجي لا تشوف بعينها باش ما غدا يوصلك شي حاجه تكون ناقصه. اوكي اغراضك كلهم موجودين بالحفظ والصون وموجودين ومحطوطين في بلاصتهم مثل ما خليتيهم مثل ما غادي تجي وتلقيهم ان شاء الله او من اللي تجي تاخذيهم ان شاء الله غتلاقيهم في بلاصتهم. خواتم موجودين هداياكي موجودين نفس ما ماشي 45 دقيقه نعطي خو الخال وطريف وقلتي هذا خو خالك وكتحلفي وتقولي خو خالك مش حشومه. أغراضك كلها موجودة مرحبا وألف مرحبا. كل الحب والتقدير والاحترام والفرحة والسرور وغادي نبقى رافع راسي وغادي نبقى نقول الحمد لله ونقول لكم وإذا جاءكم خبرا بنبأ فاسق بنبأ تبينوا أوحل فهمي شافك جاية من الفنادق ما بقى يعرف شنو يدير شافهم جايين من كازا ما بقى يعرف شنو يدير تخليك الدار مرة ثانية وانت عارف راجلك كيسد الباب كيقول لك هو سد الباب احنا بالصالة جالس بوحدي اجي يقول لي كيف الصور بعد الكارت ناسيونال ديال السيدة أسئلة سألي راسك فيها ورا راجلك ياخد يتعالج باش ينعس هو تقدروا سكرينو وسألوا شنو هذا الفنيد يقولوا لك مع الأسف والله مع الأسف سهرتكم معايا بزاف صارت الساعة 12 كنعتذر منكم بزاف كنشكر أم البنات على اللايف الجميل وبينت لي أنه بالصحة محروقة والله يحرق لكم القلب إن شاء الله يلي حرقتوا قلبها من مكان يكون من مكان يكون الله يحرق لكم القلب وإذا هذا الشيء جاي من عند رب العالمين مرحبا وإذا جاي من العبد إن شاء الله يا رب 10 أضعاف اللي يتمنى لينا سند يبقى سند عمره ما يكون وش نورمال من اللي كنت واقفة في المحكمة وراجلك اللي كان كيوقف معاك صرتي واقفة ضده عادي عرفت تنعس هذيك الليلة ما فكرتيش في حياتك ما عمرك خدمت مخك والله أبوي والله ما عمرك خدمت مخك لأن لو خدمت مخك شوية بتبين لك كل الأمور فتحي جلسي مع راسك 10 دقائق وغادي تعرفي كل شيء تصبحوا على خير ألف تحية وشكر لكم أنا سمحوا لي على اللايف هذا اللي ما كان لا على البال لا على الخاطر أصحاب اليد الخفية عندنا حلقة جديدة لكم أنا أشخاص معينين واحد بالضبط اللي داير فيها المحامي والمدافع اللي عايش في أوروبا وكي يقول لهم انه انا غادي نثبت لكم العبد لله الفقير غادي يسمعكم وبودني ماشي دابا تمن بعد هو يصير عنده الجرأة وغادي تسمعوا تعرفوا انتم اعتقد اللي بغيتوا منكم غير واحد احفظوا الاصوات واحفظوا الاصوات بس باش تعرفوا من بعد شنو اللي غادي اذا زاد فيها غادي نتعلم ليلة سعيدة مرة أخرى تصبحوا على خير وسمحوا لنا كنعتذر بالنيابة عني وعن اللي لغاية هذه اللحظة أم بناتي أنه شغلناكم في الفترة الأخيرة بهذه المواضيع اللي أصلا ما خصهاش كانت تكون في السوشيال ميديا وخاصة تكون في الديور لأن احنا من اللي تزوجنا ما خرجناش السوشيال ميديا وقلنا يا السوشيال ميديا باغين أنا ودنيا نتزوج شنو رايكم لا احنا تزوجنا
على سنة الله ورسوله، وإذا غير نتفرقوا غير نتفرقوا على سنة الله ورسوله، واللي دخل بالمعروف يخرج بالمعروف، ويبقى الوجه للوجه أبيض، ويبقى في النهاية أنت أم بناتي وأنا غادي نبقى أبات بناتك. عيب وحشومة أنه اسميات بناتي ليلى روز وغزل يتسموا ليلى روز غزل باطمة، لأنهم في النهاية الباسبورات ديالهم غادي يبقى فيهم آل ترك، وخصك أنت تفتخري وترفعي راسك، ترفع الشابو ديما لي أنا راجل. أعتقد ما وضحت، ولكن كنت شفاف، كنت إنسان شفاف معكم. تصبحوا على خير وليلة سعيدة، وأتمنى لكم كل خير. مجلة ليلى العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.